السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوتي في واحد الدرس اللي مهم ومهم جدا، واللي غنتحدثوا فيه على واحد المشكل اللي كيواجه الناس بزاف، واللي لقيت فيه بزاف نتاع الأسئلة وفي الكونت ديالي فيسبوك، وكل شيء كيسول أخويا. أنا يلا حطيت البرودكت الأول ديالي في إيباي وبغيت نتوكل على الله، وكنلقاهم سسبنداو ليا الكونت. هاد الشيء أخوتي راه عادي، لأن هذه هي السياسة الجديدة ديال إيباي 2019. راه من طبيعة الحال هما غادي يسدوا لك الكونت. علاش؟ هما راه ماشي ضد فيك، ولكن بالعكس انت راه رابحين معك، لان عندهم نسبه ديالهم، ولكن تيتاكدوا منك واش انت نيت خدام وعندك الموردين ديالك، واش انت عندك السلعه في الدار. يعني كيحاولوا ياخذوا المعلومات ديالك، يعني انت تسبند عليك الكونت، تيتسناوك باش تصل بهم وتعطيهم داكشي اللي كاين. الا قنعتيهم وبنتي لهم بانك خدام ليغال، راه غيحلوا لك الكونت. ما قنعتيهمش راه بطبيعه الحال واخا بقات تهضر حتى الصباح راه غادي يسدوا عليك وغيبقى مسدود. المهم اخوتي، انا اليوم جبت لكم واحد الحل اللي غادي يهنيكم من هاد المشاكل كامله، وباذن الله غادي تهناو من هاد البروبليم ديال يتسسبند عليك الكونت في اول ليستين ديالك. غادي ناخذوا اخوتي واحد ليكزامبل قدام عينيكم. فمثلا غنمشيو لهنايا ناخذوا هاد البروداكت، ها هو هاد شاومي مي 2. انا باش نعطيكم هنا الطريقه. المهم مثلا انا بغيت ليستي، غنجي اخوتي هنايا كونيكسيون عالم في هذا المغرب. المهم اخوتي غنزلو نعمرو المعلومات ديالنا، تصاور المسائل كلشي، هادشي من بعد غادي نعاود نهضروا عليه. ولكن غنجيو حتى لهنايا، وهذه هي النقطه اللي غادي نشرح لكم اخوتي. هنا غتكون طالع لك المغرب والادريس اللي عطاهم انت فاش يلا حليتي الكونت اول مره ايباياك. اسمع معايا اخويا مزيان، هنا ما تحاولش تحوله في اول ليستين ديالك. علاش؟ غتخليه المغرب وغتخليه في نفس المدينه، يعني نفس المعلومات اللي غادي دير اللوكاليزاسيون ديال هذا البروداكت اللي غادي تحط هما اللي عندك في الادريس اللي حط لهم. علاش؟ باش الى قدر الله وتسد لك الكونت، اش غادي دير؟ غتصل بهم وغتقول لهم انا حطيت اول بروداكت عندي في ايباي وتسد لي الكونت، ما عرفتش علاش. غيقول لك منين كتجيب السلعه هذيك الهضره، هنا فين مزيان دير المغرب ودير مدينتك، يعني انت كتبيع شي حاجه اللي ديالك. انفو هما غيسمعوا بانها ديالك، ما بقاش غيزيدوا معك الهضره، لانه هما تيخافوا توقعوا لك مشاكل انت يلاه بادي مع لي باير ديالهم. داكشي علاش هما تيحاولوا يزيروا شويه في هذه النقطه. المهم انت الا درتي المغرب ودرتي المدينه ديالك، راه غطلع لهم نفس لي زانفورماسيون اللي عطاهم انت فاش كرييتي الكونت، مع هاد المعلومات نتاع اللوكاليزاسيون ديال البروداكت اللي غادي تحط، وغادي يحلوا لك المشكل سير بلاص، وانت تهنيتي. غتخدم هذاك ديال شي ثمن اللي يكون طالع بزاف باش ما يشريوش كاع، الا ما فوتش انت هذاك الفريع نتاع تصيفط من عندك، وغادي تبقى تليستي. من بعد راه غادي يكون داكشي مزيان زاز لوز. وهنا كملنا الدرس ديالنا، ما تنساوش ابوني، والله ولي التوفيق اخوتي، الله يعاونكم.